ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على توقعات الاسبوع الثالث لشهر اغسطس لعام 2021 لاصحاب برج الدلو. برج الدلو عندنا الاسبوع الثالث انتم ملوك الجاذبيه، قوه هائله جدا جدا من الجذب، وجذب كبير قوي، وقدره على لفت الانتباه من الجنس الاخر، وكمان قادر كتير على انك تبهر الاخرين. كتير من اصحاب برج الدلو عندكم اعاده حسابات خلال الاسبوع ده، اعاده حسابات في امور مختلفه. وكمان بالنسبه لنا عندنا في فرص كتير لخطوبه، لزواج، لشان عاطفي متميز، لرجوع، لتصالح، لبدايه جديده مع الشريك، لمولود جديد. ففي اذا اجواء مميزه. كمان عندك تصالح عائلي وقرب علاقات عائليه بعد خصومه او مشاكل، وعندك اكتشاف لاشخاص على حقيقتهم، يعني بتكتشف شخص هو ايجابي او بتكتشف شخص سلبي، فبتعرف قيمه الشخص اللي قدامك. عندك انقلاب الموازين لصالحك بشكل قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى انت عارف اللي هو مصائب قوم عند قوم فوائده، فانت بالظبط ده. يعني في ممكن تكون حاجة كارثية تحصل لفلان، تحصل لعلان، أو تحصل لظروف دولة أو ظروف مش عارف إيه، بس تكون فايدة ليك أنت، ليه اتجاه مهني، ليه اتجاه، ليه علاقة بيه، الشأن مثلا سفر، شأن مش عارف ايه، ان الشريك لا ما يسافرش، حاجات اللي زي كده. فبتحس ان انت مبسوط. يعني ممكن تكون زعلان على الحدث او الشيء اللي ممكن يكون سلبي، ولكن انت هتكون مبسوط بيه، ان ده عقد عليك بالخير او بحاجة متميزة يعني. وطبعا احنا يعني في دنيتنا دايما بيكون في مصائب قوم عند قوم فوائده، حقك بيجي لك، في ففي من ده كتير. برج الدلو، لو انا هتكلم على الشأن المهني العاطفي الاخ، فنبدأ بالامور المهنية. الوضع المهني انت عندك فيه مشروع قوي او شيء مهم انت عايز تعلن عنه او بتبتدي فيه، عندك شراكة مهنية، عندك عرض مهني رائع، عندك انك بترجع لشغلك السابق. يعني في كتير من اللي هم فقدوا مكان عملهم فبيرجع لك شغلك مرة تانية، عارف فكرة ان هم اتزنقوا ملقوش الا انت اللي تعرف تحل الامر ده، فبيرجعوك مرة تانية. فعندك ده، وعندك عروض مهنية وجو مهني رائع ومتميز. ومن اصحاب او لاصحاب المشاريع الخاصة، فهيكون عندك قد ايه منصب قوي او شيء مهم انت بتعلن عنه او بتقوم بيه، عندك حاجة ليها علاقة ببدء وضع مهني، في استقرار مهني، في وضع جيد كتير في الامور المهنية، ابواب بتتفتح قدامك وابواب ليها علاقة بالحظ. وبتأثر كتير برضو على الشأن المادي خلال الاسبوع التالت، ان انت بتسد احتياجاتك، قادر على ان انت تسد احتياجاتك، على ان انت تسد الالتزامات، دفع فواتير، فعندك ده. هل انت من اكتر الابراج حظ في الامور المالية؟ لا، ممكن اقول المهنية شوية، لكن المالية انت اللي جاي بتصرفه، يعني اللي جاي بتصرفه او بتسد بيه احتياجاتك، يعني حاجة حلوة برضو، مش حاجة صعبة. طيب بالنسبة لي برضو الامور المهنية، انت في عيون كتير متسلطة عليك، كتير بيبصلك، كتير انت بيشوفك انت بتعمل ايه، انت بيراقب الجو، احداثك كلها تحت المراقبة، سواء من مقربين او ناس انت ممكن تكون بتتعامل معاهم معاملة سطحية حتى، بس كله باصص لك قوي، باصص لك في حياتك. انت كتير اصلا منظور في شكلك. على فكرة تعرفوا ان برج الدلو من اكتر الابراج على الوجه العام، من اكتر الابراج المنظورة دايما، المحسودة دايما، اللي الناس بتكون مترقبين حياتهم ومترقبين شكلهم ومترقبين احداثهم بشكل قوي. انت عندك خلال الاسبوع ده بقى، يعني يا هلا يا لس، كله عامل لك كده، اللي هو عارفين هيحولوا من كتر ما هم، من كتر ما باصين لك في حياتك. فعندك ده جدا يا برج الدلو، فكتير باصص لك، كتير مترقب حدث معين، كتير مترقب شكلك في امر معين، عندك ده. الاسبوع الثالث انت عندك فيه مناسبه سعيده، خبر صار، عقد بيتم، عقد مهني او عقد عاطفي، يعني بيتم فيه خطوبة أو زواج أو اتفاق عاطفي، أو بيتم فيه عقد مهني، عرض قوي، أو فيه شراكة مهنية، أو قبول بوظيفة، أو إعلان عن مشروع، أو إعلان عن منتج. فدي الدنيا بتاعتك. طب بالنسبة لي الأمور، احنا قلنا الأمور المادية وقلنا الأمور المهنية، وضحت شوية في الأمور العاطفية، لكن خليني إن أنا أتكلم على الوضع العاطفي بمجمل عام. الوضع العاطفي، ملوك الجاذبية، عارفين ملوك الجدعنه؟ لا، انتوا ملوك الجاذبيه، انتوا ملوك الجدعنه برضو. برج الدلو انا بحبهم كتير لان هم فعلا ناس جدعه جدا، ويقفوا معاك قوي ويساندوك قوي، ولو ممكن اصحابهم قوي، الابراج الهوائيه عامه كده، الابراج الهوائيه ملوك الجدعنه بجد يعني. فده من حيث الابراج ومن حيث تعاملي يعني. انا بعدين انا برج، انا كمان هوائي وانتوا برج هوائي، وعيالي كلهم برج هوائيين يعني،
فاحنا ملوك الجدعان. المهم في برج الدلو، انت بالفعل عندك جاذبيه خطيره جدا، قد ايه الجنس الاخر عايز ان هو يبقى مرتبط بيك كتير، عايز ان انت عايز ان يبقى اصحاب، يبقى في حاله من الود، حاله من الترابط، عندك ده شاغل بال كتير من الجنس الاخر، كتير انت ملفت او ملتفت، او انت كتير بيلتفت ليكي جدا، لان عندنا شكل قد ايه مميز، قد ايه مهتمين بشكلنا، بجسمنا، باناقتنا، بشعرنا، بمظهرنا، فاحنا عايزين يكون التالق قد ايه ايجابي، وده فعلا بيسير الجنس الاخر. زائد ان انت او انت عقليتكم بقت متميزه كتير ناحيه الامور المهنيه والامور الحياتيه، وده بيخلينا ان احنا نكون يعني على قد على قوه من الجاذبيه. كمان بالنسبه للوضع الفلكي، ان كوكب الزهره هيكون موجود في برج الميزان، برج الهوائي الجميل اللي قد ايه بيكون مساند جدا ليك، فاذا عندك حب وعندك رومانسيه واجواء كتير لطيفه وعندك جو عشق، يعني في حاله عشق بيعيشها برج الدلو. برج الدلو للناس المرتبطين، بالفعل المرتبطين في انتقال، يعني من خطوبة لزواج ومن زواج لمولود جديد، او في حدث مهم قوي جدا جدا بيقوي وبيقوي ترابط، فعندك الترابط هايل جدا جدا في الامر العاطفي، عندك حاجة جديدة بتنشأ ما بينك وما بين الشريك، بيزود فيه عندك الحب، بيزود عندك رومانسية، بيزود عندك فيه تلطيف في الاجواء، انت مساند قوي للشريك والشريك مساند قوي جدا ليك، ففي عندك حالة من اللذاذة في التعامل، قرب العلاقات، الحب، التميز، فعندك ده جدا. برج الدلو بالنسبه برضو للامور العاطفيه للناس المنفصلين، هل الماضي عايز يرجع لك؟ الماضي بيراقبك جدا ومخلي ناس تراقبك وبيسال ناس عليك وبيحاول يشوفك في كل مكان واتجاه، والسوشيال ميديا بتاعتك متراقبه، فانت متراقب من كل النواحي يا سيدي، فخلي بالك كتير من ان انت شخص متراقب. لو الشخص الماضي بتاعك هو شخص شكل او بيقول شكل للبيع، او شخص مش سوي نفسيا، لازم تكون حريص جدا على كل حركاتك، تصرفاتك، مشاغلك، اموالك، اوراقك، عشان انت ممكن تتعرض للعنف من الشخص ده لو شخص غير سوي. لان خلي بالك كتير انت في عز ما عندك ايجابيات وعندك تميز، انت معرض لاشخاص عايزين ان هم يحطموا شيء معين من نجاحاتك، في كلام كتير بيتقال عليك، في عداءات كتيره برضو، يعني على قد ما في اشخاص ايجابيين وقد انت بتكتشف ان هم ايجابيين، لكن انت بتكتشف عداءات موجوده حواليك، لازم تكون حذر كل الحذر في التعامل مع اللي حواليك، لان هم عايزين يضروا بمصلحتك، تمام؟ فدي جزئيه، لكن في بعض الامور اللي فيها ضغط زي ما قلت لكم على، او فيها مشاكل مثلا مع الامور اللي حواليكم، لكن في الاخر بتصب في مصلحتك انت، عندك ده. عارف زي ايه؟ زي اتنين كانوا بيعادوا، هما الاتنين بيتكلموا عليك كلام سلبي واوحش الدنيا والكلام ده كله، فاتقلبوا على بعض، اللي هو اتقلب السارق اتقلبوا الحراميه على بعض، فلما اتقلبوا جم فتشوا بسر او فتشوا بحاجه ليك، فهمتك حاجه، عرفتك امر ما، فهمتوا الفكره في ايه؟ فانت في حاجه مشكله بتحصل بتتقلب لصالحك انت، الوضع بيتقلب لصالحك انت، بيخليك انك تكتشف حاجه، بيخلي ان يبقى في مصلحه تجيلك، فعندك ده. برضو بالنسبه لك يا برج الدلو، انت عندك في انتصار في امر قضائي، انتصار في امر قضائي يعني حاجه قانونيه او حاجه ليها علاقه بـ 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 بمشكله او الكلام ده، لكن كمان انتصار في ان كتير كان بيوجه ليك اتجاهات سلبيه، او ان هو شايفك بامر سلبي، او شايف ان انت شخص مش كويس، مش لطيف، مش ناجح، مش شخص مش سوي، شخص من الاخر كان في كلام بالعبيط بيتقال علينا، كلام سلبي وكلام مش الطف حاجه، الا ان بتتقلب المواضيع اكتر، فيبداوا ان يقولوا لا والله الفلان ده كويس جدا، احنا اللي كنا فاهمينه غلط، فبيبدا الاشخاص يراجعوا وجهه النظر اللي هم كانوا شايفينها فيك، وبيبدا ان انت تكون مميز، تكون لطيف، بعد ما كنت اوحش خلق الله بقيت في وجهه نظرهم احسن خلق الله. دي خلاصه الكلام والموضوع يا برج الدلو. برج الدلو بالنسبه لي الامور الصحيه، الامور الصحيه بالنسبه لك هيكون اخيرا ان احنا عندنا حل للمشاكل الصحيه، اذا عندنا خروج من مشكله صحيه، من مأزق صحي، من تعب صحي، احنا ممكن نكون مش عارفين ايه ده، مشاكل كانت مضايقاك نفسيا، مشكله صحيه مضايقاك نفسيا، فانت عندك الخروج من المشكله دي، عندك حل، عندك انتصار في مشاكل صحيه، بس ما تدخلش نفسك بقى في مشاكل وخلافات. وعندك كمان طاقه هايله جدا، كوكب المريخ موجود في برج الميزان من يوم 15 الاسبوع الثالث، احنا ملوك الطاقه والايجابيه والسعاده والقوه، يعني عندك نوع من انواع
طاقه، عايزه اخلص، عايزه انجح، عايزه اوصل، عايزه احقق، عايزه اعيد حساباتي بشكل لائق جدا، عايزه اطور من نفسي جدا. كمان انت عندك روحانيه هايله قوي، يعني عندك دايما احساس بالشريك، حاسس ان الشريك متضايق، لا حاسس ان الشريك بيحبني، لا بيكرهني، لا بيتكلم عليا، فلان بيحبني، فلان بيكرهني، فلان بيتكلم عليا، فلان بيعمل لي مكيده. عندك امن بروحانياتك جدا، امن بالحلم بتاعك قوي، امن باحساسك قوي، لان كل ده ليه دلاله مشوقه ودلاله قويه قوي قوي ليها علاقه بالواقع بتاعك. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا بكلمكم وعيني على كوبايه الشاي دي عشان عايزه الف واشربها. عامه انا بشكركم كتير، بحبكم جدا جدا، يلا تعالوا اشربوا شاي. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.